اعتذارات، انا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهج هانم، بس حضرتك عارف حال البلد، ولذلك انا بقترح. انت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولوا لي. ها، مش عايز قلب دماغ وحياتك. حبيته هنا ولا ايه؟ ماشي. بقولك ايه، انا خدي اديها هدايا لمهج هانم. اتفضل. ما تيجي بقى نشوف حاجة حلوة كده. ايه بقى؟ لا دي تعور. والله؟ اه. يعني بلاش؟ بلاش. بعدين. خليها بقى. صدر قرار من نيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شويه لغايه ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فتره التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت. ها، عشان ما نضيعش وقت. اسف يا باشا، العربيات كلها محجوز عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. بس بقى فتحي، انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجه. انت تعرف يا باشمهندس فتحي اللي قاعده جنبك دي جوزها مفتري؟ دي لا، دي عمرها الافتراضي خلص. لا، اللي جنبها كل يوم والتاني يقوم رننها علقه موت، تقوم سايبه له البيت وغضبانه. ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحي دي ترجعها له تاني. لو ترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها؟ منين؟ يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير، تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود، اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا وصلت بالسلامة يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا أي حاجة، ولو غرقت يا سيدي هديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك، تبقى صرفت على ستة بس. موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية. العيال خلاص اتخانقوا، قفلوا خالص. لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. لقد حتفاء. الواد من دول عنده انه يموت برا ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. فهمتوا ثانية. لا فلتوا ثانية. دي بتاعت الراجل الكبارة دوت. اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر، كله يأمن على بطايقه. واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. بوكسي فينا باشا. يلا يا بسرعة. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. يالا ده انت راكب صفيحة زبالة، انت شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جايلك. ها؟ جايلك اما اشوف انت مين. حلو اوي، هنقضي السهرة صباحي مع بعض. فين انت مين؟ معاك بطاقة هلا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معاكش بطاقة كمان؟ ماشي 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 باشا.
باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا لا لا، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. الله يخليك. انا اسف يا باشا. لا لا لا، انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامح. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. ها يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر يا باشا، مع الف سلامه. رأفت تهاني، عايزه كل حاجه مظبوط، عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام معجة، لطفي بيه ده راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. وعقبالكم انتوا كمان، قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. حاجة غريبة، حد يسأل واحد داخل بيتهم يقول له انت رايح فين؟ فيك الدنيا بتنطط في وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب انا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. انا مستنيه ناس دلوقتي ومش عايزه حد يشوف وشك عندي، كفايه اللي حصل لي المره اللي فاتت. اتفضل امشي من هنا. امشي واسيب الناس اللي جايه بيتي؟ طب ارحب بيهم حتى، احنا برضو ناس بتفهم في الاصول. يا رافض تهاني يلا طلعوا بره. محسن ده ايه المفاجاه الحلوه دي يا فندم؟ ازيك يا تهاني؟ ازيك؟ لا 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 لا، معقوله ده رب عيالي النهارده يا باشا؟ ازيك يا رأفت؟ وازاي امك؟ الحمد لله، كانت عامله جمعيه سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعه السرير واكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسره الاخرى وعملت ايه؟ ابدا، جت استلفت من امي. يلا بره بره. طب ثانيه واحده، بره ثانيه واحده والنبي يا مدام اتصور مع الباشا. امسك دي، صورني يا رأفت مع الباشا. الضحكه الحلوه بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي، بالرغم من ظروفهم الاقتصاديه الصعبه، شو بيحبوا بعض قد ايه، ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتزل الناس اللي جايه دول وناكل لقمه خفيفه وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونه؟ ولما الجنونه بتركبني ما بشوفش قدامي. ايه بقى؟ ايه؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن الهنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. أنا مش ممكن أشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته إيه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن 1,200,000,000. مليار ومئتين. مليار ومئتين. عملت دمج بين شركتك وشركة موجة النشار، طلبت قرض من بنك الامان، والبنك معصلك شويه، وانت جاي لي دلوقتي علشان ازق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نقف جنب رجال الاعمال اللي بيحبوا بلدهم، ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني. بس انت